انا عندي لا مشروع للنان الى عاد صنت للنان الصنت يطول لي عمرك. انا اتصلت بيا التنسيقيه دريك وقالوا لي مرحبا وسهلا ملفك جاهز وعندك 45,000 أورو اعتبار السجون اللي عدلت في الرشيد. وتفضل لك بفضلتك. قلت لهم عني انا الجزائر ما نقيسها، خايف نعود مصير كي مصير الخليل، وانتم ما عندكم ضمانات نقدم شي بيها ونرجع، ما هي في ايديكم، والقياده من عانوا ما نقد عليها، وعني مني ماني مستأمني بغي نرجع للحبس مره ثانيه. يا غالي انا اللي اعطي سام عالي وشغلتك مهنتينا في السيبيه، الله نعطيك وكاله وتقيمي عني شهور الرابون، نعطيك 5000 اورو هي 45000، 5000 نعطيها لك تقضي بها الطياره من سيبيه لاليكانتي لوهران لتندوف وتقبضي الفضه وتجيبي لي انا 40000 الى عاد هاي نسلكه ونعود رابحين الاثنين. وجاوبيني كان ده صالح ولا ما صالح. مرحبا بك، تحياتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الاستاذ اللي قال له بارك الله مع كامل احتراماتي له، ما يصغر به ما نعرفه، يا غريب جاينا بعد نوع من الفلسفه مبنية على كذب القيادة اللي عرفناها به نص قرن هذا، ويقول لك احنا عدلنا مصالحة ولا اعترفنا بالظلم ولا المظلوم. الغباوة هذه قمة الضحكة للدقون، هذه قمة احتقار عقلية الناس. انت تعدلنا مصالحة مساوي بين الظالم والمظلوم، تتعدل لي مصالحة ان احنا الضحايا اللي اختطفنا من عند خيامنا وزرقنا في قبر تحت الارض وتنبينا بين التعذيب والاهانه والتمرميد، ويتموا اولادنا احنا حيين وعائلتنا ما جابنا اخبار، وتجدت في نهايه المطاف تقول احنا عدلنا مصالحها قال مالنا مع عينا تكون ظالم تكون مظلوم. اذا هذه ما هي مصالحه، هذا ضحك للناس. المصالحه تتحدد في ان ضحايا الرشيد مظلومين وتم اختطافهم واعتقالهم بشكل غير قانوني وتعذيبهم على اساس قبلي شوي وعلى اساس مصالح ذاتيه للقياده الذي نعرفه هيك زمن قالها اللجنه التنفيذيه. اذا المصالحه ماذا نبت؟ المصالحه هو اعلان القياده الظالمه تقدم اعتذارها للضحايا، ومن تقدم اعتذارها للضحايا تحدد لهم جبر الضرر اللي ما هو 250 يورو للشهر. هذا ضحك للناس، هو مال قارون ما يكافي ساعه واحده من احتقار لسان واهانته وتعذيبه واختطافه ووضعه في السجون ولا حرى سنوات طويلة. ضحكوا على عباد الله انتم قايلين عن الناس اغبياء. المصالحة الخالقة تعود ضمن قوانين دولية، وتعود هناك حقوق منظمات حقوقية انسانية مشرفة على ذا وضامنة حقيقته وضامنة اموره. ثانيا خرزم الغباوة قال لك نحن نتكلم باسم الضحايا، يا اخي اللي موجود من الضحايا عند البوليزاريو ما يشكلوا 20% من عدد الضحايا. الى عد ما تعرفوا سمعوا من عندي انا، الضحايا 560 ضحية، 560 فقيد من قوة بويلة لغويلات الرابوني لغويلات الأمن لبويلة العطاطفة لسجن الرشيد، واللي عندنا منهم اللي عندنا أساميه 85 شهيد، لا اللي عندنا أساميه خليكم ما نعرفه. ومن نهاية المطاف يقول نحن عدلنا مصالح ما حددنا الظالم ولا المظلوم، انتم كاتبين سياسه في الهواء سوا. تضحك علي تلعب علي يعني حاقر عقلي. وفي نهايه المطاف يقول شوفوا نحن ردة صالح وتعال للرابوني عدل كرنتك باش نفتح لك ملف. يا اخي الرابوني امرك تلقاي له من نهار لاني حاقر ذيك القياده وسخط عليها ولا نقد عليها وعارف عنها قياده عاجزه وفاشله ومجرمه وتتاجر بمعاناه الصحراويين في المخيمات. ومرات الجزائر لاني حاقر الجزائر وفضحتها وش كيتبيها في الامم المتحده وفي المنظمات الدوليه. تقول تعال ارجع للمخيمات وارجع للجزائر، عندك ضمانات لي خالق منظمه دوليه خالق منظمات حقوقيه ضامنه لي عني نمشي ونرجع نمشي للرابوني لان مره نعطيهم كرت ونتفل على وجهاتهم ونرجع سالم. تضحكوا للناس، هذه ما هي مصالحه، هذا اللعب والتلاعب بالناس في وجه المسرحيه اللي يقولوها مؤتمر لا اقل ولا اكثر. يعني نفس كذب القيادة، نفس عنطريات القيادة، نفس الانتصارات لهم هي القيادية، ما عمل الله عليها من عمل، ولا هي عامل التصالح، ولا هي نية صديقة في المصالحة مع الماضي، ولا في المصالحة مع المواطنين.
بل هي عملية مواصلة للظلم والاحتقار والإهانة والاختطاف والتعذيب ما زالت متواصلة، وأكبر دليل عليها الخليل أحمد. ما هو مواطن صحراوي، ما اللي كان في الرشيد، ما اللي كان يحبس يعدنا، مين هو الخليل أحمد؟ مفقود، زوجته وأولاده ما هم عارفين ما صاروا منين. إذا مين قصد عنه هاي المصالحة؟ والقيادة ما هي مسؤولة عنه؟ مين قصد المصالحة عن هيج أج هذه الشابة الصغيرة اللي في زمن الأزهار والورود؟ قالت لهم خويا حبستوه، وقولوا لي علاش حبستوا خويا وأنا مناضل لهم نمشي بالمنطقة، من يخافوا من تشد الأخبار تفضحهم ارسلوها شو المنطقة وشكموها، ومشى الضحية وراها عهرة ضحية مزروقة في الداخل، ما قط الجبهة تلفت عليها ولا سمعوا عليها مؤتمر ولا سمعوا عليها لقاء ولا قدوها كون يداووها كون يعاونوها في الداوية في الخارج. وتقول لي هذه القيادة باغي تصالح؟ القيادة مازالت قيادة نفس القيادة مجرمة وفاسدة، لأن اللي في السلطة الآن هم أصحاب هذه الجرائم. أنا اللي أعطى قرار بحبسي 1977 إبراهيم غالي هل رئيسكم وزراء، وكان سابق ذاك وزير الدفاع، بغيتني الصالح معه، ما أطلب مني المسامحة ولا أطلب مني اعتذار. نصالح مع بشير مصطفى السيدي اللي أعطى قرار 1982 باعتقالي وزرقي قبر في الرشيد، ما اعتذر لي. هذه مصالحة ولا ضحك للناس؟ الله يطول عمرك مصالحة ماذا نكتب. العدالة، العدالة الانتقالية مرت بينها الناس كاملة في تشيلي وفي الأرجنتين وجنوب أفريقيا وفي المغرب وفي أي مكان، هناك اعتذار للضحايا، وهناك لجان ومنظمات حقوقية مراقبة للعملية، وهناك جبر الضرر بناء على عمر الرجاش، لكن اللي في عمره 20 سنة ما هو كذاك اللي عمره 40 ولا كذاك اللي عمره حبستوني على عمره 60 والسنوات اللي فوت، وعلى الأساس يتم فعل جبر الضرر ولا حقيقة يحضر، وإلى ما حضر يوكل حد عنه ينوب عنه. عدلوها الناس في المغرب وفي تشيلي وفي جنوب أفريقيا نابوا عنهم من أوروبا ونعطاه لهم جبر ضررهم لأنهم ضحايا وملفهم واضح ومعروفين. تبغى تقول لي أبدا تعال الجزائر اللي ما نقد عليها وقال عن الجزائر سفر يحنط عليا وراغتني من تندوف، وتعال القيادة اللي ما نقد عليها ومعارضها وقول لهم حان عدلوا لي كرنا، أنا كرت عدلتها ما فات 95% من المخيم عدلوا كرنها، تعال ياك نعدلوا لك كرنا، ياك نقولوا لك رانا عفى الله عما سلف ونعطوك أربع وقيات. هذا ما يضحك للناس، ما يلعب على عباد الله. مازالت القضية ما هي على بابها، ومازالت القيادة ما هي على بابها، ولا عندها نية سليمة في المصالحة. هذه عملية تبتيب قبضوا مجموعة من أرواقيج حداهم فن في المخيم ساكن على نيتهم، وسكتوهم وجابهم كواجهة في الوقت اللي ما يمثلوا 20% من الضحايا، وقالوا عفى الله عما سلف وانحلت المشكلة وعدت مصالحة. لماذا؟ لأننا كدرنا عليهم، كدرنا عليهم في المنظمات الحقوقية، كدرنا عليهم في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، كدرنا عليهم في حقوق الإنسان، كدرنا عليهم في وسائل التواصل الاجتماعية، كدرنا عليهم كل القنوات اللي ظهرنا من خلالها على أن قيادة الجبهة مجرمة وظالمة، وعلى أن السجون السرية في الرشيد هي أقبح سجن موجود في العالم، وأنه مقارنة مع سجن قلعة مكون وأقدس يعتبرون بالنسبة له فنادق خمسة نجوم. إذا أنت القيادة سالمة ونزيهة لا تمرضكم مرة ثانية 50 عام وهي تكذب عليكم ونجيب الكذبات والمؤامرات اللي ما هي صالحة، أنت القيادة نيتها سليمة وصالحة تتجابر مع الضحايا فعلا حقيقيين وتأكد معهم العمل وتعتذر لهم عن جرائمهم وتعاملهم على أساس العدالة الانتقالية بإشراف من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الحقوقية العالمية، وساعتها ينقد قال عنها خطوة نحو التسامح، خطوة نحو مراجعة الماضي، خطوة نحو محو ونسي الجرائم الرهيبة لهذه القيادة الفاسدة والمجرمة. تحياتي لكم والسلام عليكم. اللي تكلم المحجوب سالك أحد ضحايا سجن الرشيد الرهيب وأحد ضحايا جرائم هذه القيادة الفاسدة اللي انقالها اللجنة التنفيذية. السلام عليكم.